هنتكلم النهاردة على الفينز اللي هي الاكستند سيرفيس. وعشان نجمع انا بعمل ايه بالفينز دي، تعالوا نفترض ان انا عندي فلات بليت. الفلات بليت ده السيرفيس تمبريتشر بتاعته زي مثلا ب 100، وحواليه هوا. الهوا ده درجة حرارة الامبيون بتاعته او الانفينيتي بتاعته مثلا 25. الطبيعي ان هيحصل هيت ترانسفير من السيرفيس ده للفلويد اللي حواليه. فانا كنت بحسب الكيو دي بكيو كونفكشن اللي هي هتساوي الاتش في الاريا سيرفيس في دلتا تي اللي هي تي اس ماينس تي انفينيتي. طيب لو انا فرضت ان انا محتاج ازود الكيو دي شويه، في معظم الابلكيشنز انا مش هعرف اغير الدلتا تي، ده الاوبريتنج تمبريتشر بتاعت الحاجه اللي ببردها، وده الفلويد اللي موجود عندي. فالفلويد على حسب التمبريتشر وسرعته ده اللي موجود، مش هعرف اغيره. فانا اسهل حاجه اعملها عشان ازود الكيو ان انا ازود السيرفيس اريا. فانا لو جيت على السيرفيس ده وحطيت فن بالشكل ده كده، فانا في الاخر هستفيد ان الهيت بدل ما كانت طالعه من السيرفيس ده او اللينس ده تايمز اللينس ده اللي هي السيرفيس اريا دي على بعضها، لا انا دلوقتي هيزيد عليا ان انا بقيت ماشي كده وبعدين هكمل الحته بتاعت الفينز وارجع كده. فاللي انا عملته ايه، ان انا زودت بدل ما كان الهيت بيطلع من السيرفيس ده بس اللي هي الحته اللي متغطيه بالفين، لا ده انا زودت السيرفيس ده كمان والسيرفيس اللي فوق واللي زيه تحت والناحيه التانيه. فانا كل اللي عملته ان انا زودت السيرفيس اريا عشان ازود الكيو. طيب في العادي انا مش كل مره احط فين هيبقى efficient وهيبقى ليها لازمه. الفين دي ليها ماتيريال بدفع فيها فلوس وليها maintenance وليها finishing والكلام ده كله. فاحنا الاول اللي احنا عايزين نعمله ايه، عايزين الاول نتاكد هل الفين دي ليها لازمه ولا ملهاش، وبعد كده نبتدي نحط فينز ونحسب الكيو توتال والكلام ده كله. فاحنا مينلي في الفينز لما نتكلم على الفينز هنتكلم او هنبص على السيستم اللي عندي او السيرفس اللي عندي بطريقتين، يا اما هتكلم على فين واحده بس يا اما هتكلم على السيرفس على بعضه. فتعالوا نتكلم على فين واحده، وعشان اعرف الفين دي ليها لازمه او ملهاش هحسب حاجه اسمها الافكتيفنس بتاعه الفين. يعني ايه الافكتيفنس بتاعه الفين؟ انا لو عايز اعرف الفين دي ليها لازمه ولا ملهاش هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ببساطه ان انا هشوف الكيو اللي خارجه من الفين دي قد ايه على حسب الاريا بتاعتها، وهقسمها على الكيو اللي كانت هتطلع من الفينز او كانت هتطلع من الحته اللي الفين مغطياها بس اللي هي الحته دي، ماليش دعوه ببقيه الجسم او بقيه الفين. فانا اول حاجه عشان اعرف الفين دي ليها لازمه ولا لا هحسب حاجه اسمها effectiveness للفين. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كيو فين على كيو نو فين. وتعالوا نتفق من الاول كده ان اي اسم كيو هو في الاخر الاريا، لان انا بقول ان كيو هتساوي الاتش في الاريا في دلتا تي، فانا الدلتا تي والاتش ثابتين عندي. فلما اقول لك كيو فين معناها انا هضرب في الاريا بتاعت الفين، لما اقول كيو نو فين معناها هضرب في اريا نو فين. فاحنا شغلنا النهارده كله هيبقى اريات، احنا بس عايزين نعرف الاريا اللي بستعملها في كل كيو منهم عشان احسب الافكتنس والافشنسي والحاجات دي كلها. طيب تعالى بقى نحسب الكيو اللي خرجت من الفين دي على حسب الاريا بتاعتها اللي هو السيرفيس ده بلس ده بلس ده بلس اللي تحت بلس اللي زي الناحيه التانيه، وجبت كيو فين اللي هي اتش في اريا فين في دلتا تي قسمتها على كيو فين. لو طلع الافكتنس اكتر من او يساوي 2 فده معناه ان الفين ليها لازمه، فابتدي حط بقى فينز كتيره في الجسم السيرفيس اللي عندك ده وابتدي احسب الاوفر اول افكتنس. يعني ايه اوفر اول افكتنس؟ يعني كيو توتال اللي خارجه من الجسم على بعضه وعلى الكيو اللي كانت هتطلع من الجسم لو انت ما عملتش فيه اي حاجه ما حطيتش فينز. والله لو الافكتنس ده طلع برضو اكتر من او يساوي 2 يبقى السيستم اللي عندك كويس، اقل من كده جرب بقى تغير نوع الفينز الدايمنشنز بتاعتها عددهم الديستنس ما بينهم وهكذا. فاحنا في الاخر عايزين نحسب شويه كيوهات على حسب اللي احنا بندور عليه، واي كيو فيهم هتبقى في الاخر هي الاتش في الاريا في دلتا تي. وزي ما اتفقنا اسم الكيو هيبقى اسم الاريا اللي انت استعملتها، لان في كل السيستم الاتش والدلتا دي ثابتين. طيب اللي هيتغير عندنا بس هنا حاجه بسيطه، ان الدلتا دي هيسميها سيتا دي. السيرفيس تمبريتشر بتاعت السيرفيس اللي عندي او الجسم اللي عندي هي هيها البيس تمبريتشر بتاعت الفن. فقال لك ان سيتا بي دي هتبقى عباره عن تي بيز ماينس تي انفينيتي اللي هي في الاخر بالنسبه لي هي تي اس ماينس تي انفينيتي، بس هو غير اسمها بس. فلما انا اقول لك ان انا عايز احسب كيو فن هتلاقي ان كيو فن بتساوي اتش في اريا فن في السيتا بي اللي هي البيس تمبريتشر ماينس
في انفينيتي اند سو اون. طيب اللي احنا عايزين نعمله ايه بقى؟ انا عايز اعرف اول حاجه انا بحسب كيو فين ازاي، واحنا اتفقنا ان كيو فين هتساوي الاتش في اريا فين في سيتا بي، وقلنا سيتا بي اللي هي دلتا تي اللي موجود عندي. فانت تلاقي دايما عندك الدلتا تي والاتش مشكلتي كلها في الايه؟ في الاريا. طيب هنحسب الاريا ازاي؟ تعال نفترض ان الاريا بتاعت الفين دي هنجيبها من تيبلز، وعندنا تيبل 3.2 في الداتا بوك زي ما هنشوف كده، هيقول لي احسب ازاي الاريا بتاعت الفين دي بقانون واحد، بدل ما انا احسب السيرفس ده بلس السيرفس ده بلس السيرفس ده بلس اللي زيه تحت بلس الناحيه التانيه. هو الراجل هيديني تيبل او هيديني رول ممكن احسب بيه السيرفس اريا بتاعت الفين دي على بعضها على حسب نوعها وعلى حسب الجيومتري بتاعتها في خطوه واحده. فانا ما عنديش مشكله في الايه؟ في الاريا بتاعت الفين. طيب هل الكيو اللي انا هطلعها من الفين دي هي الكيو الاكتوال؟ لا، في الحقيقه الكيو اللي خارجه من الفين هتبقى اقل من كده شويه نتيجه السيرفس فينيشنج والماتيريالز اللي جوه والاير جابس والديسنس ما بين الفينز وما بين بعض. فانا عشان اجيب كيو فين الاكتوال او الحقيقيه هجيب حاجه اسمها كيو فين ماكسيمم واضربها في الافشنسي بتاعت الفين. يبقى انا محتاج احسب حاجتين، محتاج احسب كيو فين ماكسيمم واحتاج احسب الافشنسي بتاعت الفين. الكيو اللي انت هتحسبها الاريا الفين على بعضها هي دي كيو فين ماكسيمم اللي خارجه من الاريا كلها، اسيومنج ان الاريا كلها بتطلع هيت. بس في الحقيقه ده مش هيحصل، فالكيو فين الاكتوال هتبقى اقل من كده شويه على حسب الايه؟ الافشنسي. يبقى انا عشان احسب كيو فين محتاج اعرف حاجتين، محتاج اعرف الاريا بتاعت الفين ودي قلنا هنجيبها من تيبل 3.2، ومحتاج اعرف الافشنسي بتاعت الفين ودي هنجيبها من فيجرز 3.1 و 3.2، ودول موجودين عندنا في الداتا بوك وهنبص عليهم. فلو فرضنا ان انا عندي الاريا وعندي الافشنسي بتاعت الفين، انا كل اللي هعمله ان انا هحسب كيو فين ماكسيمم هي اتش في ايه في دلتا تي واضربها في الافشنسي بتاعت الفين عشان اجيب الكيو فين الاكتوال. طيب انا كده جبت الكيو اللي خارجه من الفين دي. لو انا عايز اجيب كيو نو فين، او انا هقارن الكيو دي بايه؟ مش هقارنها بالجسم كله، اكيد هقارنها بالكيو اللي كانت خارجه من الحته اللي الفين لازق عليها بس اللي هي الحته دي. فلو انا قلت لك تعال نسمي الثيكنس بتاع الفين هو تي، فانا لما اجي احسب كيو نوفن هحسبها ازاي؟ هقول هي اتش في اريا نوفن في سيتا بي، عندي الاتش وعندي سيتا بي عايز احسب اريا نوفن. واريا نوفن هتبقى عباره عن ايه؟ اريا نوفن في الاخر هي الحته اللي متغطيه بالفن. يعني لو انا الجسم ده كله، لو ده شكل السيرفس اللي عندي من غير فينس من غير اي حاجه، وانا جيت على الحته دي ورحت مركب فين، ففي الاخر اريا نوفن هي الاريا او الهيت او كيو نوفن هي الكيو اللي خارجه من الاريا اللي الفين كانت لازقه عليها، ماليش دعوه بقيه الجسم، ماليش دعوه بالاريا بتاعت الفين. فلو انا قلت لك فرضنا ان الثيكنس بتاع الفين هو تي، وزي مثلا ده هيساوي الواتس، فاريا نوفن هتساوي الثيكنس في الواتس، بدل ما كانت اللينس كله في الواتس لو انا بحسب الاريا توتال للسيرفس، لا اريا نوفن هي الحته اللي متغطيه بالفين بس اللي هي تبقى الثيكنس بتاع الفين في الواتس اللي عندي. والله لو انت قسمت الكيو فين على كيو نوفن ولقيتها اكتر من او يساوي اتنين، يعني الكيو اللي كانت خارجه من الحته دي لما انا اركب لها فين هتتضاعف او اكتر من كده، يبقى في الحاله دي الفين ليها لازمه وممكن ان انا ايه اعملها واستفيد بيها. طيب هل انت هتتحط في الجسم كله فين واحده؟ اكيد لا، انا هحط فينز كتيره، وفي الاخر بعد ما اتاكد ان الافكتنس بتاع الفين اكتر من يساوي اتنين، انا بقى عايز اعرف الافكتنس بتاع الجسم على بعضه بعد ما احط فيه فينز كتيره كده. طيب تعال بقى نحسب كيو توتال. هي كيو اللي هتبقى خارجه من الجسم كله هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى اول حاجه الكيو اللي خارجه من الفين الواحده في عددهم بلس الحتة اللي ما بين الفينز وما بين بعض دي برضو بتطلع هيت، فالكيو اللي خارجة من ما بين الفينز وما بين بعض بسميها كيو ان فين، يعني الكيو اللي خارجة ما بين الفينز وما بين بعض. فانا هقول كيو توتال اللي خارجة من جسمه على بعضه هي عبارة عن كيو اللي خارجة من الفين الواحدة في عدد الفينز بلس الكيو اللي خارجة ما بين الفينز وما بين بعض. حسبت كيو توتال اقسمها على كيو نو فينز. وكيو نو فينز يعني ايه؟ يعني انا هاخد الجسم على بعضه كده من غير فينز من غير اي حاجه، فانا كل اللي هعمله ان انا هحسب
السيرفيس اريا بتاعت الكيو نوفنز دي هتساوي الاتش في اريا نوفنز في سيتا بي. في اريا نوفنز هنا هتبقى اللينث في الويث العادي، او لو انا بتكلم على سلندر هي باي دي ال، هي السيرفيس اريا بتاعت الجسم يعني كيو نوفنز دي هي الكيو العاديه اللي كانت هتخرج من الجسم لو انت ما عملتش فيه فنز او ما عملتش فيه اي حاجه. لو انا قسمت الكيو توتال على كيو نوفنز طلعت اكتر من او يساوي 2، يبقى الفنز او السيستم اللي انا عملته ده ليه تاثير او ليه لازمه وهيبتدي يوفر معايا في الكيو اند سو اون. فاحنا في الاخر تاني كلمه فنز هي اكستند للسيرفيس، انا كل اللي هعمله ان انا هغير الاريا شويه او هزود الاريا شويه عشان الكيو تبتدي تزيد عندي. فانا عشان اتكلم على الفنز هتكلم على حاجتين، هتكلم الاول الفن لوحدها وهشوف هل ليها تاثير ولا ملهاش، لو لقيت ليها تاثير هبتدي اتكلم على الجسم وعلى بعضه واشوف اللي انا عملته في الاخر ده اثر ولا ما اثرش. فانا عندي كذا نوع من الكيو، وزي ما اتفقنا اي كيو هي عباره عن اتش في الاريا في سيتا بي او في دلتا دي، فاسم الكيو هيبقى اسم الاريا. فاحنا عندنا اول حاجه كيو في الماكسيمم اللي هي اتش في الماكسيمم اريا بتاعت الفن في دلتا دي، عشان اجيب منها كيو فين الاكتوال هضربها في الافشنسي بتاعت الفن، يبقى دي كيو فين او كيو اللي خارجه من الفن الواحده. كيو نو فين دي الكيو اللي كانت هتخرج من الحته اللي الفن لازق عليها بس، ماليش دعوه ببقيه الجسم. قسمت الاثنين على بعض وطلع الفن ليها لازمه، يبقى هتكلم على الجسم على بعضه. فانا هحسب كيو توتال على كيو نو فينز. كيو نو فينز دي الكيو العاديه بتاعت الجسم من غير ما تعمل فيه اي حاجه. كيو توتال بقى دي عباره عن ايه؟ دي الكيو اللي خارجه من الجسم على حسب انت حطيت كام فن، فهتبقى هي الكيو اللي خارجه من الفن الواحده فعددهم بلس الكيو اللي خارجه ما بين الفنز وما بين بعض. طيب تعال بقى نشوف الكلام ده مكتوب ازاي في الداتا بوك، واحنا هنطلع الارقام دي ازاي، وازاي هنحسب الاريا بتاعت فين او فين التيبلز، الافشنسي هجيبها ازاي وهكذا. بيج 3 في الداتا بوك هيبتدي يتكلم على الاكستنسيف سيرفيس على الفينز، وهيتكلم على اربع حاجات، هيتكلم على الفين افشنسي والفين افكتيفنس، وبعدين هيتكلم على الاوفر اول افشنسي والاوفر اول افكتيفنس. وتعالوا نبتدي باول حاجه هي الفين افشنسي او الفين افكتيفنس. احنا قلنا عشان اعرف الفين ليها لازمه ولا لا انا هحسب حاجه اسمها افكتنس للفن، ولازم تطلع اكتر من او يساوي 2. طب بتساوي ايه الافكتنس بتاعت الفن؟ بتساوي كيو فن على كيو نو فن. يبقى انا محتاج احسب كيو فن ومحتاج احسب كيو نو فن. طب هجيب كيو فن منين؟ نرجع بقى للفن افشنسي، وهو بيقول لي ان الكيو فن هتساوي الكيو ماكسيمم تايمز الافشنسي بتاعت الفن. يعني لو انا كتبت القانون ده بشكل تاني فانا هقول ان كيو فن هتساوي كيو فن ماكسيمم، وكيو فين ماكسيمم دي عباره عن الاتش في اريا فين في سيتا بي تايمز الافشنسي بتاعت الفين. فانا عشان اجيب كيو فين ماكسيمم انا محتاج اعرف حاجتين، محتاج اعرف الافشنسي بتاعت الفين هجيبها ازاي، ومحتاج اعرف الاريا بتاعت الفين هحسبها ازاي. وتعالوا نتفق ان اريا فين ده هجيبها من تيبل 3.2 وده هنبص عليه دلوقتي، والافشنسي بتاعت فين هجيبها من فيجرز 3.1 او 3.2. بس تعالوا نفترض ان انا عندي الافشنسي وعندي الاريا، فانا حسبت كيو فين ماكسيمم ومن الافشنسي رحت حاسب كيو فين الاكتوال، خلاص جبت كيو فين اقسمها على كيو نو فين. طب كيو نو فين هحسبها ازاي؟ قلنا هي عباره عن اتش في اريا نو فين في سيتا بي. اريا نو فين هي عباره عن ايه؟ هو هنا مفسرها لك، هي قال لك هي اريا فروم ذا بيز وذاوت فين، يعني هي الاريا اللي او الكروس سيكشن اريا بتاعت البيز اللي الفين لازق عليها. فهو يقول لك هنا مثلا لو انا بتكلم على ستريت ريكتانجلر فين الكروس سكشن اريا هتبقى الويث في الثيكنس زي ما قلنا، لو انا بتكلم مثلا على سلندر او انر فين يعني بايب مثلا عامله كده وعليها فينز بالشكل ده ففي الاخر هو بيقول لي هتبقى عباره عن الكروس او السيركمفرنس اللي هي 2 باي ار، بس مش في اللينس كله لا، هو هتبقى 2 باي ار في الثيكنس بتاع الفين بس. يعني انا في الاخر اريا نو فين دي في الاخر الحته اللي متغطيه بالفين الواحده. طيب جبت الافكتنس طلع اكتر من 2 زي ما قلنا، هبتدي اكمل واحسب الافكتنس اوفر اول، هحط بقى فينز كتيره واختار الديستنس ما بينهم واحسب الاوفر اول افكتنس. طيب هحسب الاوفر اول افكتنس ازاي؟ قلنا هو عباره عن كيو توتال على كيو فروم ذا بيس وذاوت فينز. الفرق هنا هي الاس، فكيو فروم ذا بيس وذاوت فين دي الحته اللي الفين لازق عليها بس، لكن وذاوت فينز يعني انا ما عملتش اي حاجه، يعني اريا نو فينز دي هتبقى السيرفيس اريا العاديه بتاعت الجسم من غير ما تعمل فيه اي حاجه. طيب كيو توتال هجيبها ازاي؟ هو قال لي هنا هي ان كيو فين بلس كيو ان فين.
وقلنا كيو انفند هتساوي اتش في اريا انفند في سيتا بي. اريا انفند مثلا يعني لو انا قلت لك ان ده البليت بتاعي وعليه شوية فينز، فانا في الاخر الاريا اللي انا عايزها هي الحتة دي بلس الحتة دي بلس الحتة دي، انا هعملها بلون تاني، الحتة دي بلس الحتة دي بلس الحتة دي بلس الحتة دي تايمز الواتس. فانا عشان اجيب اريا انفند كل مرة هجيب اريا انفند ازاي؟ هشوف الفينز الثيكنس بتاعها بيظهر عندي في اني سايد واشيلها منه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو قلت ان ده الويث وقلت ان ده اللانس، فانا السيرفيس اريا بتاعت الجسم على بعضه اريا سيرفيس هي عباره عن لانس تايمز ويث. طب لو انا عايز اجيب اريا ان فيند، فانا في الاخر هيبقى الويث اللي عندي تايمز اللانس، واللانس ده هشيل منه الثيكنس بتاع كل فين في عددهم. فانا في الاخر هشوف الفينز اللي عندي الثيكنس بتاعها بيظهر في اني سايد وهشيلها منه. يعني انا من الاخر عايز اشيل الحتت اللي متغطيه بالفينز، انا عايز الباقي بس. فانا هاخد اللينس كله بس هشيل منه الحتت اللي فيها فينز، وده هنشوفه في الحل واحنا بنحل. طيب فرضنا ان انا جبت اري انفند، يبقى انا جبت كيو انفند وانا عندي كيو فين هضربها في العدد، يبقى انا جبت كيو توتال، اقسم ده على ده يبقى انت جبت الاوفر اول افكتنس. طيب الكلام ده كله هيحصل امتى؟ لو انا اوريدي عارف اجيب اريا فين وعارف اجيب الافشنسي بتاعت الفين. طب انا هجيب الاريا فين والافشنسي بتاعت الفين ازاي؟ لو بصينا على تيبل 3.2 هيلاقي الافشنسي اوف كومن فين شيب. هو الراجل هيدي لك شويه اشكال للفين او شويه انواع، وعلى حسب كل نوع منهم هيبتدي يقول لك تحسب الاريا بتاعت الفين دي ازاي. يعني مثلا في الستريت ريكتانجل فين قال لك ان الاريا فين هتساوي 2 واتس في ال سي مش في اللانس العادي، وقال لك ان ال سي هيساوي اللانس بلس ثيكنس على 2. وعلى الرسم هنا قال لك فين اللانس وفين الواتس وفين الثيكنس. فهو في الاخر كتب لي قانون واحد عشان احسب بيه السيرفيس اريا بتاعت الفين دي على بعضها من خطوه واحده، بدل ما انا اقعد اجمع كل سيرفيس، بدل ما احسب الاريا بتاع السيرفيس ده بلس ده بلس ده بلس اللي تحت بلس الناحيه التانيه. لا، هو كل اللي هو عامله ان هو كتب لي رول هعوض في الرول ده، فانا هجيب التوتال سيرفيس اريا بتاعت الجسم على بعضه مره واحده. تعالى مثلا نتكلم على الانرال او سيركلر فين. قال ان الاريا فين هي 2 باي ار 2 سي سكويرد ماينس ار 1 سكويرد، وقال لي ان ار 2 سي ده هيساوي ار 2 بلس الثيكنس على 2، وقال لي هنا ان ده ار 1 وده ار 2 وده الثيكنس وده اللينث. فهو في الاخر هيرسم لك الجيومتري بتاع الفين ويقول لك الدايمنشنز اللي عليها عباره عن ايه، ويقول لك ازاي تحسب الاريا بتاعت الفين دي مره واحده من غير ما تقعد تعمل كل سيرفيس لوحده وتجمعهم على بعض. طيب لو بصينا على فيجر 3.1 و 3.2 هتلاقي ان انا فيجر 3.1 عندي فيه ثلاث انواع للفينز، ريكتانجلر وبارابوليك وتراينجلر. وايه اللي ايه؟ هلاقي الاكس اكسس هي ايكويشن والواي اكسس هي الافشنسي بتاعت الفين اللي انا عايزها. فانا كل اللي هعمله ان انا هحسب الايكويشن بتاعت الاكس اكسس دي على حسب البارامترز اللي فيها. يعني هو ايه اللي هنا؟ ال سي تو باور 3 اوفر 2 في الاتش على كي في الاي بي. الاي بي هو ايه اللي هنا احسبها ازاي، والال سي هو ايه اللي هنا احسبها ازاي. مش محتاج ارجع للتيبل، هي في الشورت كل حاجه، كل الداتا موجوده عندي جوه الشورت نفسها. فانا كل اللي هعمله ان انا هحسب الايكويشن دي واطلع لحد كيرف من ثلاث كيرفات دول على حسب نوع الفين اللي عندي، وامشي بالعرض كده اطلع الافشنسي بتاعت الفين عشان اضربها في كيو فين ماكسيمم واطلع كيو فين الاكتوال اللي هحسب بيها الافكتفنس وكيو توتال والكلام ده كله. فيجر 3.2 هو نفس الكلام بس ده لنوع فين مختلف، هو الانرال فين او السيركلر فين، لكن نفس الفكره، هي نفس الايكويشن. هطلع لحد كيرف من الكيرفات دي وقال لي ان كل كيرف فيهم على حسب R2C على R1، وقال لي هنا R2C عباره عن ايه، LC عباره عن ايه، AP عباره عن ايه. فهو مديني الداتا كلها عادي ما فيهاش مشكله. كل اللي انا هعمله ان انا هحسب الايكويشن دي واطلع لحد كيرف من الكيرفات دي وامشي بالعرض اجيب الافشنسي بتاعت الفين. يبقى انا كده جبت الافشنسي بتاعت الفين من الفيجر هنا، وجبت الاريا بتاعت الفن من تيبل 3.2. فانا كل اللي هعمله هقول ان كيو فين ماكسيمم هتساوي الاتش في اريا فين في سيتا بي. من التيبلز هنا هطلع الاريا وبعدين اقول ان كيو او كيو فين اكتشوال هتساوي كيو فين ماكسيمم اللي حسبتها بالاريا دي، بس هضربها في الافشنسي بتاعت الفن. يبقى انا جبت كيو اللي خارجه من الفن الاكتشوال، احسب بقى بيها الافكتنس بتاعت الفن اللي هي كيو فن على كيو نو فن، واحسب بيها الكيو توتال
اللي هي هتساوي ال n في q في n plus q on في n. تعالوا بقى نحل المسألة ونطلع ال effectiveness بتاعت ال فين, effectiveness over all, efficiency فين, efficiency over all, ونشوف بنطلع الأربع حاجات ازاي وبنحسبهم ازاي. مسألة رقم واحد في الشيت وبيقول لي عندي سلندر بايب مدورة عادية وفيها circular أو anular فين, يعني هي البايب شكلها عامل كده وعليها فينز مدورة بالشكل ده, هو بس واخد cross section. طيب مديني dimensions a دي r1 واللينس بتاع الفين, الثيكنس بتاعت كل فين فيهم, قايل لي ال h وال t infinity بتاعت ال outside flow اللي هو ال air اللي عندي, وقايل لي ان ال base temperature اللي هو surface temperature بتاع البايب 250. طيب احنا في الاول كده عشان اجيب الاربع حاجات, اول حاجة عايز اعملها عايز احسب ال q بتاعت الفين, واحنا اتفقنا ان q فين هتساوي q فين maximum في ال efficiency بتاعت الفين. فبالترتيب كده اول حاجة احسب q فين maximum اللي هي عبارة عن ال h في area فين في سيتا بي او في دلتا تي, دلتا تي موجود عندي, ال h given. كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز احسب الاريا بتاعت الفن, وعشان نحسب الاريا بتاعت الفن بدل ما اقعد اجمع السيرفيسز بتاعت الاريا كلها, فانا هحسب الاريا بتاعت الفن من تيبل 3.2 مره واحده. فانا هروح تيبل 3.2 عند النوع بتاع الفن بتاعي اللي هي الانرال او سيركلر سيركلر فن, هلاقي ان الفن اريا هي 2 باي ار 2 سي سكويرد ماينس ار 1 سكويرد. هحسب ار 2 سي اللي هو اللي ار 2 بلس ثيكنس على 2 ومعوض بيها هنا, وال R1 عندي ومطلع الاريا بتاعت الفن, يبقى انا جبت كيو فن ماكسيمم. محتاج احسب الافشنسي بتاعت الفن عشان اضربها في كيو فن ماكسيمم واطلع منها كيو فن الاكتشوال. فانا عشان اجيب الاريا او الافشنسي بتاعت الفن هروح عند فيجر 3.2 عشان ده نوع الفن اللي عندي, عند ال R2C و R1 1.8 اللي هي تقريبا 2, هحسب الايكويشن بتاعت الاكس اكسس واطلع لحد الكيرف اللي هو ب2 وامشي ناحية الشمال عشان اطلع ال efficiency بتاعت الفن, فهتطلع تقريبا 97%. جبت ال efficiency اضربها في Q فين maximum يبقى انا جبت Q فين ال actual. عشان اجيب ال effectiveness بتاعت الفن هقول هي Q فين على Q نو فين, ف Q فين انا اوريدي حسبتها, Q نو فين هحسبها هي H في area نو فين في سيتا بي, و area نو فين اللي هو كاتب لي اسمها في ال data book هي cross section area بتاعت الفن at ال base اللي هو اللي هي 2 باي ار في الثيكنس بما اني شغال انرال او سيركلر فين. حسبت الافكتنس بتاعت الفين الواحده لقيتها ب 30 اكتر من او يساوي 2, ده كلام جميل. ابتدي بقى احط فينز كتيره بعددهم واختار الديستنس ما بينهم واحسب الاوفر اول. فهو ايه اللي هنا ان انا بستعمل او ان انا حطيت 200 فين, ال n بيساوي 200. تعال بقى نحسب الافكتنس اوفر اول اللي هي بتساوي كيو توتال على كيو نو فينز, واحنا اتفقنا ان كيو نو فينز هي عبارة عن ال H في area surface delta دي ال Q العادية لكن هتطلع من الجسم لو انت ما عملتش فيه اي حاجة, ف area no fins هتبقى باي دي ال العادية. تعالى بقى نحسب Q total. انا عشان احسب Q total هقول ان Q total هتساوي ال N اللي هو عدد الفينز في Q اللي خارجة من الفين الواحدة plus Q unfind, و Q unfind هتساوي ال H في area unfind في theta b. تعالى بقى نحسب area unfind. احنا قلنا area unfind هحسبها ازاي, هشوف ال thickness بتاع الفينز بيظهر عندي في اني سايد او في اني لينس واشيله منه. يعني ايه؟ يعني هنا الثيكنس واخد حته من اللينس, يبقى الاريا انفند هي عباره عن 2 باي ار اللي هو السيركمفرنس بتاع البايب او الدكت اللي عندي في اللينس, بس اللينس ده هشيل منه الفين في عددهم, فانا هجيب الحتت اللي باقيه بس اللي هي الحته دي بلس الحته دي بلس اللي تحتها بلس اللي تحتها وهكذا. عشان نفهم اريا انفند اكتر تعالوا نغير الجيومتري. لو انا قلت لك ان انا هبص من فوق كده فانا شايف ادي الفن وانا عندي ادي الدكت وعندي الفنز بالشكل ده, ففي الحالة دي الثيكنس بتاع الفن واخد حتة من السيركمفرنس, يبقى الاريا انفند في الحالة دي هتساوي الباي دي هو اللي ماينس الان في التي وبعدين اضربه في الاخر في اللينس. يبقى فكرة ان انا عشان اجيب اريا انفند هي سيرفيس اريا العاديه, بس انا هشوف الثيكنس بتاع الفينز بيظهر عندي او واخد حته من اني سايد وهشيلها في الايه في الان في التي بتاعتها. طيب حسبت اريا انفن وانا عندي ان وكيو فن, يبقى انا جبت اريا توتال. قول بقى ان الايتا اوفر اول هي كيو توتال اللي انت حسبتها على كيو نو فنز.
اخر حاجه عايز اجيبها هي الايت اوفر اول، وعشان اجيب الافشنسي الاوفر اول زي ما قلنا ان الافشنسي بتاعت الفن هي كيو فن على كيو فن ماكسيمم، ففي الاخر الايت اوفر اول هتبقى هي كيو توتال على كيو توتال ماكسيمم، هي فيزيكلي نفس الفكره. فكان الفرق بين كيو فن والكيو فن ماكسيمم هي الافشنسي، فهيبقى الفرق بين كيو توتال والكيو توتال ماكسيمم هي الافشنسي بس الماكسيمم او الاوفر اول. فانا عشان اجيب ايت اوفر اول هقول هي كيو توتال على كيو توتال ماكسيمم. طيب كيو توتال انا حسبتها ان كيو فن بلس كيو ان فن، كيو توتال ماكسيمم هحسبها ازاي؟ هي نفس الطريقه بتاعت الكيو توتال، بس لو انا خدت كيو فن الاكتوال يبقى انا بحسب كيو توتال الاكتوال، لو انا اخدت كيو فن الماكسيمم يبقى انا بحسب كيو توتال الماكسيمم. فانا عشان احسب كيو توتال الماكسيمم هقول هي ان، بس في كيو فن ماكسيمم بلس كيو ان فن، وفي الحالتين كيو ان فن مش تفرق معايا، يعني كيو ان فن ملهاش علاقه بالافشنسي او الفينشنج بتاع الفن، كيو ان فن دي الحتت اللي في النص كده كده مش هتتغير. فانا هقول ان الايت اوفر اول هي كيو توتال على كيو توتال ماكسيمم، واحسب كيو توتال ماكسيمم هي ان كيو فن ماكسيمم بلس كيو ان فن، واطلع الايت اوفر اول. كده انا جبت الافكتنس بتاعت الفن، افكتنس اوفر اول، الافشنسي بتاعت الفن، والافشنسي الاوفر اول. طيب تعالوا بقى نتكلم على اخر حاجه هنتكلم عنها على الفنز، وهي الفن ثيرمال resistance. واحنا اتفقنا ان الكيو بتاعت الفين هي كيو كونفكشن عاديه. طيب لو انا شغال بكيس زي اللي كان عندي، عندي تي ان وعندي تي اوت، وانا همشي مثلا كونفكشن ان كوندكشن كونفكشن اوت، فانا عشان اجيب الكيو توتال في الاخر بقول ان الكيو بيساوي دلتا تي على ار ثيرمال توتال. طيب لو انا كان عندي فينز في الجسم من بره، فانا في الاخر هيبقى عندي الار ثيرمال توتال دي عباره عن ار كونفكشن ان بلس ار كوندكشن بلس ار كونفكشن اوت لما يكون فيها فينز. فانا محتاج لما يكون عندي فينز اعرف اجيب الار بتاعتها ازاي، بس هي زي اي كوندكشن ريزيستنس. فاحنا في الاخر قلنا الار كونفكشن، قلنا في الاخر الار كونفكشن بجيبها ازاي، كيو كونفكشن عاديه بشيل الدلتا دي يبقى الباقي كله واحد على الار. فاحنا قلنا ار كونفكشن هي واحد على الاتش في الاريا. لو انا شغال بفينز يبقى انا ممكن اقول ان الار بتاعت الفين الواحده هو واحد على الاتش في الاريا بتاعت الفن. بس ما تنساش ما دام خدت الاريا فين على بعضها يبقى لازم اضرب في الافشنسي بتاعت الفن. سيميلرلي هعمل لو انا بتكلم على الجسم على بعضه، فلو انا بتكلم على الجسم على بعضه بيسموها ار تي اوت، دي هتساوي ايه؟ هتساوي واحد على الاتش في الاريا برضه، بس لو انا خدت اريا توتال يبقى في الحاله دي هضرب في ايتا اوفر اول. يبقى انا هشتغل بالفنز على انها كونفكشن عادي عشان اجيب الار بتاعتها، هي ار كونفكشن اوت هي واحد على الاتش في الاريا، بس لو انا ضربت في اريا فن يبقى هضرب في ايتا فن، ولو ضربت في اريا توتال يبقى هضرب في ايتا اوفر اول. طيب انا ازاي هجيب اريا فن او هجيب اريا اوفر اول واريا توتال لو انا ما عنديش كيوهات؟ فجينا هنا في بيج 4 الراجل قال لي ان الكيو توتال هيساوي الايتا اوفر اول في الاتش في الاريا توتال في دلتا تي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن اقول ان الكيو توتال هيساوي دلتا تي على ار توتال اوت اللي هي هتساوي واحد على ايتا اوفر اول في الاتش في اريا توتال، يبقى هي في الاخر كونفكشن عادي واحد على الاتش في الاريا، بس عشان خدت اريا توتال يبقى هضرب في ايتا اوفر اول. طيب هجيب بقى ايتا اوفر اول ازاي اذا كان ما عنديش الكيوهات اصلا؟ هو كاتب لي قانون كده قال لي ان ايتا اوفر اول ممكن اجيبها واحد ماينس الان في البيتا في واحد ماينس ايتا فن، والبيتا دي قال لي هي الريشيو ما بين اريا فن على الاريا توتال، والاريا توتال دي قال لي هي ان اريا فن بلس اريا ان فن. فانا حتى لو ما عنديش الكواهات ما عنديش مشكله ان انا اجيب الايد اوفر اول ومنها اطلع الار بتاعت الفن. طيب لو خدنا مساله على الفن زي مساله رقم 4 كده، فهو الراجل بيقول لي انا عندي بايب، البايب دي عليها فنز، بس الفنز بالعرض يعني بالشكل ده كده، يعني الفنز الثيكنس بتاعها بيظهر على السيركمفرنس مش على اللينس، مش فنز بالعرض فنز بالطول. المهم بيقول لي ان الفلويد اللي جوه التمبريتشر بتاعته تي انر او تي انفينيتي ان ب 90 والاتش بتاعتها ب 5000 وات بير متر سكوير كلفن. المايه اللي ماشيه من جوه دي انا ببردها بهواء من بره، الهواء ده الاتش بتاعته ب 200 وات بير متر سكوير كلفن، والتمبريتشر تي انفينيتي اوت ب 25. هو الراجل عايز يعرف الكيو اللي خارجه من الجسم ده بكام. فانا عشان اجيب الكيو هبص على اي اتنين تمبريتشرز ورا بعض في سيم فلويد او سيم ماتيريال، ما لقيتش اتنين تمبريتشرز ورا بعض فما قداميش غير ان انا استعمل الطريقه بتاعه الريزيستنس واقول ان الكيو بيساوي دلتا تي على ار ثيرمال توتال. فانا هبتدي باول تمبريتشر عندي اللي هي تي انفينيتي ان،
وامشي لحد ما اوصل لتي انفينيتي اوت اللي هي 25. فانا عشان اتحرك من هنا لحد ما اوصل هنا اللي انا هعمله ايه؟ همشي الاول ار كونفكشن ان، وبعدين لحد ما اوصل للسيرفيس من جوه، وبعدين من السيرفيس من جوه للسيرفيس من بره همشي في الثيكنس بتاع البايب نفسها يبقى ار كوندكشن، لحد ما اوصل للسيرفيس من بره همشي ار كونفكشن اوت اللي لما يكون فيه فينز بسميه ار تي اوت. كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اجيب الارات عشان اقول ان كيو بيساوي دلتا تي على اي على ار ثيرمال توتال. طيب تعال نبتدي. ار كونفكشن ان هي واحد على اتش ان في اريا ان، فما فيهاش مشكله. واحد الاتش ان جيفن، واريا ان هي باي في الانر دايمتر في اللينث بتاع البايب. هو ايه اللي هنا؟ خد اللينث بواحد متر غالبا، فرحت مطلع هنا الايه الار كونفكشن ان. ار كوندكشن في السلندر انا عندي قانون بتاعه في الداتا بوك، هو لين ار اوت على ار ان على 2 باي كي في ال، وانا عندي الار اللي هنا والار اللي بعد الثيكنس بتاع البايب نفسها. مشكلتي كلها في الايه، في الار تي اوت لما يكون عندي فينز. فانا هقول الار تي اوت بيساوي واحد على الايت اوفر اول في الاتش اوت في اريا توتال. انا عندي الاتش اوت، فانا مشكلتي في الاريا توتال وفي الايثا اوفر اول. تعالى بقى نجيبهم واحده واحده بالترتيب كده. اول حاجه اريا توتال هي ان اريا فين بلس اريا ان فين. اريا فين هنا انا مش محتاج ان انا اروح التيبلز عشان اجيب الاريا بتاعت السيرفس ده بلس السيرفس ده بلس السيرفس ده بلس اللي تحت بالكلام ده كله. ليه؟ لان انا في الاخر السيرفس اللي فوق ده والسيرفس اللي زيه تحت معزولين، والسيرفس اللي من بره ده كمان معزول بالبايب او بالدايمتر الكبير اللي بره اللي بيمسك او اللي بيحدد لي الفلو اللي من بره اللي هبرد بيه. فانا في الاخر الاريا اللي هتطلع هيت بس من الفين هو السيرفس ده والسيرفس اللي زيه تحت من الناحيه التانية. فانا ممكن اقول ان الاريا بتاعت الفين هنا مش محتاج اجيبها من تيبل. فانا كل اللي هقوله هقول ان الاريا بتاعت الفين هو اللينس ده او اللينس ده في فرق الاراض. ده بالنسبه لي هو R2، وده عندي هو R3 على حسب الجيفن في المساله. اللي جوه خالص ده R1، وبعدين لحد ثيكنس هنا R2، وبعدين لحد هنا هو R3. فانا كل اللي هقوله ان الاريا بتاعت الفين اللي عندي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الديستنس دي او اللينس ده في اللينس ده، فهيبقى R2 او R3 ناقص R2 في اللينس، بس ده بتاع سايد واحد هضربه في اتنين عشان يديني الاتنين سايز. فاريا فين هنا هتبقى اتنين في R3 ناقص R2 في اللينس. جبت الاريا بتاعت الفين. احسب بقى اريا انفند. واحنا قلنا اريا انفند بحسبها ازاي؟ بشوف الثيكنس بتاع الفين بيظهر عندي في اني سايد واشيله منه. انا هنا الثيكنس بتاع الفين هيظهر في السيركمفرنس، هياخد حته من السيركمفرنس، يبقى السيركمفرنس اللي هو باي دي بس هنا دي 2 هو اللي هشيل منه الثيكنس بتاع الفين في عددهم، وبعدين في الاخر اضربه في الان. فهي باي دي ال عاديه، بس يا اما هشيل الثيكنس بتاع الفينز من اللينس، يا اما هشيل الثيكنس بتاع الفينز من السيركمفرنس على حسب شكل الفين عامل ازاي. حسبت اريا انفين، فانا جبت الاريا توتال. ايتا اوفر اول هجيبها ازاي؟ هي واحد ماينس الان اللي هو عدد الفينز في البيتا في واحد ماينس ايتا فين. بيتا هي اريا فين على اريا توتال، وانا عندي الريشيو بتاعت الاثنين طلعت البيتا. هروح بقى الفيجر على حسب نوع الفين اللي عندي. هي هنا كانت ريكتانجلر فين، فاروح فيجر 3.1 هحسب الايكويشن بتاعت الاكس اكسس وامشي في الشورت لحد ما اطلع الافشنسي. فهتطلع الافشنسي بتاعت الفين هنا 50%، يبقى انا حسبت الايتا اوفر اول. فانا كل اللي هعمله هقول ان ار تي اوت هيساوي واحد على الايتا اوفر اول في الاتش اوت في اريا فين، اقوم مطلع ار تي اوت، وبعدين اقول ان كيو بيساوي دلتا تي على ار ده بلس الار ده بلس الار ده، واطلع التوتال كيو في الاخر. يبقى هي كونفكشن عاديه، بس بدل ما بستعمل باريا عاديه لا انا استعملت الاريا توتال اللي فيها فينز، يبقى ده المضرب في الايتا اوفر اول. فعشان كده استعملت القانون ده، والقانون ده ان انا احسب الار تي اوت، وبعد ما اجيب الار تي اوت هجمعها على الارات العاديه اللي عندي واقول ان كيو بيساوي دلتا تي على ار ثيرمال توتال. يبقى انا كل مره هيبقى عندي فينز ار تي اوت هتحل محل الار كونفكشن اوت، لان الكونفكشن اوت مش هيطلع من السيرفس ده، هو هيطلع من السيرفس ده بلس الكيو اللي خارجه من الفينز، فبالاخر خارج من كيو فين بلس كيو انفند اللي هي كيو توتال اوت.